احمد شوبير يا جماعه نفخ خالد الغندور، نفخ خالد الغندور. خالد الغندور قال لك ايه من الكواليس، انا مش عارف مال خالد الغندور ومال الاهلي اصلا، يعني انا انت مالك ومال الاهلي اصلا. خالد الغندور طلع بيقول من الكواليس عرفت ان كولر المدير الفني للاهلي مش مقتنع بسافيو، وان اللعيبه زمايله في الاهلي مش مقتنعين بيه. يعني كده بقدر قادر يا جماعه خالد ساب الزمالك وبقي راجل بتاع انفرادات في الاهلي، وعرف من مصادره ان كولر قال ان اللاعب سافيو ما ينفعش، وكمان لعيبه الاهلي كلموا خالد الغندور وقالوا له ده لعيبه الاهلي كلها بتقول ان سافيو على قده. انا مش عارف مال خالد، الله اعلم، هذا لا يعنيني، كل واحد مريض ربنا يشفيه ومنهم انا. الكابتن احمد شوبير مرضيش يعدي الليله، قال لا بقى ده انت عيل بقى عايز ايه، عايز يطقم لك، تعالى بقى على حجر عمه. احمد شوبير بقى راح قال لك ايه كل ما يقال، ما قالكش خالد كذاب ولا هجاص، لا بس اديها له ايه في السوكه، كل ما يقال عن برونو سافيو امور كاذبه، واللاعب مميز وجيد وكولر معجب به للغايه. اهو وراح مديله شوبير القاضيه في الحته الفاضيه. وعجبني جدا حتى موقع كل الكوره عمل تقرير ان شوبير يقصف جبهه خالد الغندور من غير ما يقول اسماء حد ولا يحزنون. قال لك كل ما يقال عن برونو سافيو ده شوبير امور كاذبه، يعني اللي بيقول انه مش كويس كذاب، واللي بيقول ان كولر مش مقتنع بيه كذاب، واللي بيقول ان اللعيبه في الاهلي بيقولوا انه قليل كذاب، وان اللاعب مميز وجيد وكمان كولر معجب بيه جدا والواد محبوب مع زمايله. اديها له صح. الإعلام في الآونة الأخيرة تناول موضوع أمير توفيق وأديداس. وفي تقرير يا جماعة اتنشر بالآتي إن أمير توفيق مدير التعاقدات ورط الأهلي جامد في موضوع أديداس، وكاتبين الموضوع من أوله لآخره. قال لك عمرو شاهين المدير التنفيذي السابق لشركة الكورة تواصل مع أديداس في ألمانيا للحصول على تصميم قميص الأهلي. تمام. نمرة 2، اتفق عمرو شاهين مع الشركة وقتها على حصول الأهلي على $1,000,000 مقدم ومنتجات ب$2,000,000. تمام. مشى شاهين وشركة الكورة. الكابتن محمود الخطيب كلف أمير توفيق بالملف. أمير توفيق عمل الآتي: تفاوض مع فرع الشركة في الإمارات وتم تقليص المبلغ اللي هياخده الأهلي من $1,000,000 إلى $500,000، والمنتجات بدل من $2,000,000 ل$1,000,000، يعني 50% من اللي كان عامله عمرو شاهين. وأضاع على الأهلي مبلغ مالي قدره 500 في النادي ومليون في المنتجات، بخلاف باقي البنود اللي اتلعب فيها لصالح أديداس. والتقرير بيقول إن أمير توفيق تباطأ في ملف التصميم الخاص بالأهلي، عشان كده أديداس عملت تصميم جديد وحصل عليه مشكلة حاليا، ومشكلة كبيرة. ده التقرير اللي منشور وتفاصيله بالظبط. أمير توفيق يورط الأهلي ويقلص عقد أديداس 50%
عن اللي كان اتفق عليه عمرو شاهين وشركة الكورة قبل رحيل ياسين منصور. تستعجلش يا عم حسين، الكلام صح مش غلط. خلينا نقول ان التقرير بيهاجم امير، او زي ما بيقول عم حسين فؤاد غير صحيح. كلام عم حسين فؤاد غلط، الكلام صح. انا حبيت اسأل سؤال مهم، الفيصل ما بين الصح والكذب عايز دليل. بص، ادي صورة من التيشيرت الجديد عليه شعار جديد وليس شعار الاهلي، اللي مجلس الاداره والخطيب بالامس رفضوا اي تعديل او لعب فيه، ولذلك في كارثه حاصله. اديداس طبعت 50,000 تيشيرت للاهلي جديد بشعار جديد الاهلي لم يوافق عليه. اقول تاني، في مشكله. اديداس طبعت 50,000 تيشيرت بشعار النسر الجديد في الوقت اللي رفض الخطيب ومجلس الإدارة أي تعديلات على لوجو الأهلي والنسر. أدهو يا جماعة، أدهو قدامكم، أدهو قدامكم أهو التصميم بتاع اديداس، وأنا قصته لكم وقربته لكم بالنسر الجديد اللي ملعوب فيه. طبعوا 50,000 تيشيرت، مصيرهم ايه ما تعرفش. أزمة منتظرة بين إدارة الأهلي وشركة اديداس بسبب رغبة الإدارة في إعادة الشعار القديم، هو لسه بقول لك، وعدم الموافقة على تغيير الشعار، حيث قامت الشركة بإنهاء نحو 50,000 نسخة للقميص الجديد بالشعار الجديد لطرحها في ستورز الشركة. وهذا لم يوافق عليه الأهلي وقال مني دعوة اطبعوا بالشعار القديم. يا أستاذة أمنية، الكابتن محمود الخطيب كلف أمير بكل الملف بما فيه الشعار اللي على التيشيرت. حاولنا نوصل لأمير توفيق عشان يرد على الكلام ده، لم يعلق، وله حق الرد في ذلك. وعلى فكرة الكلام ده مكتوب في الصحافة الإماراتية، علشان بس إيه، هنا ما بيكتبوش الحاجات دي، فكان لازم اجيب لكم الموضوع عشان يبقى في امانه. ولكن نحتاج توضيح من امير، وهنحاول نوصل لامير ونجيب التوضيح. حد عنده اي اسئله في اي حاجه؟ يا استاذه امنيه، بقول لك الكابتن محمود الخطيب كلف امير توفيق، تقولي لي شركه الكوره، بقول لك كلف امير توفيق بإنهاء كافة الملفات بعد مشيان ياسين منصور وعمرو شاهين. والكلام ده خلي بالك عمرو شاهين أعلنه للإعلام، قال يا جماعة تركنا الأمور للكابتن محمود الخطيب يديرها كيف يشاء بما فيها ملف اديداس، ولم نكمل التفاوض والشغل. فالكابتن محمود الخطيب يا أخت أمنية كلف أمير إنه يكمل الموضوع. فما تسألنيش تاني تقولي ايه دخل امير. وعلى فكرة امير صديقي وبيني وبينه كل خير، يعني علشان بس الدنيا تبقى مظبوطة، يعني ليس بيني وبينه اي مكروه لحد يكون فاهم حاجة غلط. هنشوف عامة، احنا بنسعى ان احنا نجيب رد من امير، لان وارد يكون التقرير اللي مكتوب او المعلومات فيها بعض المغالطات، يبقى كل واحد واخد حقه.